اوكي، مرحبا معكم استاذ علي احمد. هذا مشروعي الجديد، اوكي، برنامج اندرويد اسمه دامج اس كيو لايت. اوكي، هذا البرنامج هو عبارة عن اخذ ملفات من يعني مجلد فيه ملفات اس كيو لايت، اوكي، هي قواعد بيانات. اوكي، وبعدين ندمجها، نسخ كل الجداول الموجودة بكل ملفات الاسكيولايت هاي، نحطها بملف اسكيولايت واحد، كيف نجمعهم كلهم بملف برنامج واحد. اوكي، هلا هاي النسخة هي نسخة تجربة مجانية، شغالة 100%، بس ما تسمح لك اكثر من ملفين انك تجمعهم بملف واحد. اوكي، هلا البرنامج يعمل كما يلي. هلا هدول جايين من قبل. هلا اذا انا شلت كبست على كل وحده بروحوا من الليسته هاي، من اللائحه هاي. اوكي، اذا بدي اضيف بضيف كمان، بحطهم مره ثانيه. انا راح احطهم مره ثانيه هون، بس عليهم راح يدف لي عليهم الملفات. اوكي، ننزل كمان مره ثانيه وننزل على الكاشير اس كيو لايت 3. اوكي، وبعدين فيني ابدا اعمل الدمج. هلا اذا انت اضفت بالنسخة المجانية زي ما شايفين، انه رجاء احصل على النسخة المدفوعة. هذه النسخة المجانية تسمح لك فقط بدمج ملفين اثنين فقط. اوكي، طبعا، وبتكبس موافق. اوكي، بتاخذك على جوجل بلاي على المتجر. هلا لما انا بجي بدي مثلا، خلينا نفترض انه في عندنا بس واحد هلا حاليا، لانه انا حاطط هون حد فيها الاثنين، فبجي بدي ازيد مره ثانيه ملف الكاشير، فراح يقول لي انه هذا موجود. طبعا انت مش حت تحط ملف نفس الملف مره ثانيه، تكرر في عمليه الدمج. اوكي، هلا خلينا نرد نحط الاجنده. اوكي، هلا كمان اذا فرضا انا طلعت من البرنامج، اوكي، ونسيت، يعني انا ببالي انه انا فكر انه بس عمل خروج انه اللي اخترتهم بيروحوا علي، لا بيضلوا. اوكي، بترجع لهم مرة ثانية، وفيك اذا بدك تمحي لائحة الملفات. تمام، هلا حتى لو شلت البرنامج بضل الخيارات تبعونك، ومحيت بضل الخيارات تبعونك موجودين. طيب هلا بدي اعمل بلش عملية الدمج، فك بس ابدا عملية الدمج، تنتظر حتى ينقل لك انه عملية الدمج انتهت. اوكي، فبتنتظر انت المؤشر التقدم، اوكي، حتى يتوقف عن العمل. اوكي، هون في ملف في جدول كتير كبير مشان هيك بياخد وقت. خلصنا، يعني انت انتظر حتى يخلص الملف وتشوف نتيجة الدمج موجودة، اوكي، ومحطوطة عندك في ستورج بقلب الانترنال ستورج، بقلب الذاكرة الداخلية تبع التليفون، مش الكرت اللي بتضيفه من برا بتشتريه من برا. اوكي، وبعدين بنشوف مجلد هون عندنا. اوكي، موجود عندي بقلب التيرمينال ايميوليتر، راح نشوفه راح يفوتنا على الفولدر، بس انا معامل دغري انه فاتح ببرنامج الاخر اللي هو بيعرض لي محتوى ملفات قواعد البيانات. اوكي، الاس كيو لايت ستوديو، ارجو انكم تحملوه. فبنجي بتكبس هون، انا حاطه دغري خالص جاهز لانفتح، فبنكبس عليه ونشوف هذا هو محتوى المجلد، عفوا الملف الجديد. اوكي، هلا هون شو انا عامل، اسم الجدول هي الاساسي مثلا كال او اندرويد ميتا داتا، هدول موجودين في ملف الاجنده. هلا المسار الكامل تبع ملف الاجنده، تمام، او كل الملفات الاخرى،
الأساسية المصدر، أوكي. عم باخذ المسار الكامل مطرح الشرطة رايحة على إيدك اليمين، بتكون بتنقلب لشرطة سفلية، أوكي. فعشان نخلص من التعارض اللي ممكن يصير بأسماء الجداول. هلا رح تسألني وين راحوا التريجر والفيو والاندكس؟ لا، هن عم بحفظهم بملف على جنب، اوكي، نصي. انت بعدين بتظبط الاسماء تبعيت خانات الجداول عشان تقدر تنفذ الملف دغري على الجدول، على قاعدة البيانات الجديدة، تمام. فهذا هو كل البرنامج. هلا بنشوف النتيجة، اوكي، رح نشوف نتيجة قاعدة البيانات. هلا بنشوف نتيجة ملف الاندكس، اوكي، نفتح هذا وبقول cd/sd-card، اوكي، SQLite merger، اوكي. وهيدا هون نعمل لس عشان نكون شايفين هذا ملف الدي بي، هون هذا هو الداتابيز ملف القاعدة، وال SQLite فايل هذا اللي انا بدي اقراه هلا، الملف النصي دوت تي اكس تي، هذا هو فيه الاندكس. طبعا حين كتب عندي الاندكس، تمام، اسمه معدل عليه بطريقه انه على جديد، اوكي، اساس انك تنفسه على شيء جديد بدون ما يصير فيه تعارضات، اوكي. طبعا تحت يعني هنا عم بينسردوا بطريقه انه بالاول الاندكسز بالاول، بعدين التريجر، بعدين الفيوز، وبعدين ورا كل وحده بتجي جمله الكرييت تاعتها، كرييت تريجر. يعني مثلا هون بنحكي عن تريجر، بيجي ورا منها جمله التريجر تاعها، اوكي. ف وهي التريجر الثانيه، شايفين هذا اسمها، وتحت منها الكرييت تبعها، تمام. هذا كل شيء بالبرنامج، واهلا وسهلا وشكرا.